ومن جديد رجعنا لكم مشاهدينا. سنذهب الآن إلى المنطقة الشرقية، تحديدا من جاليريا مول. من جديد زميلنا عوض الفياض في الجبال. عوض أهلا فيك من جديد، يعني إن شاء الله يكونوا الجوائز كتار قبل شوي، لأنه بعد الحضور لليوم الرابع ونحن عم نغطي أجواء هذا العيد وفعالياته، ما زال الحضور كبير ما شاء الله واضح من خلفك. صحيح بالفعل، نحن مستمرين في جاليريا مول، الحضور بالفعل متوقع لكن أكثر بكثير مما كان في الأيام الماضية حسب ما يخبرني المسؤولين عن التنظيم هنا. الفعاليات مستمرة بطبيعة الحال في الجبال الصناعية في الكثير من المناطق على كورنيش الجبال وفي بعض القاعات الرسمية والحدائق العامة، لكن هناك في كافة المراكز التجارية في الجبال هناك فعاليات تعنى بالأطفال وبعضها يعنى بالمسرح وبعض الفعاليات الأخرى الخاصة بالأيام الوطنية التي أو البوريتات الوطنية التي يقدمها بعض فنانين المنطقة، ومعنا أحدهم اليوم الفنان حمد جاسم وفنان صاعد جاسم حمد، فنان صاعد من المنطقة الشرقية. يا أهلا وسهلا فيك. مرحبا بك، الله يسلمك. عامتك بخير. وأنتم كلامك بخير. أنت اليوم منورنا في جبيل. الله يسعدك حبيبي. في طبعا كثير من الحفلات اليوم، اليوم حفلة حسين الجسمي ويوسف الشامي وليد الشامي في الخبر. كيف أجواء الفن مثل العيد؟ والله أجواء الفن بعيد زي ما أنت عارف، يعني ما شاء الله عندنا هنا الفرق الشعبية، الفلكلور الشعبي المتعارف عليه برضو ما شاء الله، يعني السنة هذه صار عندنا الفرق الشعبية في موسكو وصلت. صحيح. فالحمد لله والعيد فرحنا. طيب أنت كيف تشوف الحضور؟ يستاهلون أغنية؟ يستاهلون. يستاهلون الحضور طبعا، وأحب أمسيهم كل خير وأقول كل عام وهم خير ويعيدون إن شاء الله بكل خير يا رب. نسمع بعض أي شيء تحبه؟ والله. فيه. جاسم من الجمعية الثقافة والفنون. روحي وما ملكت يداي في داقم، وطن الحبيب وهل أحب سواه، وهو الذي قد عشت تحت سمائه، وطن حبيب وهل أحب سواه، وطن الحبيب وطن الحبيب وهل أحب سواه. الله عليك أبو جاسم. طيب في أعمال قادمة قاعد تتعاون مع شعراء؟ والله إن شاء الله في بإذن الله يعني في الأيام. هل في دعم في المنطقة الشرقية للفنان الصاعدي؟ من زمان ما سمعنا اسم جديد. بإذن الله إن شاء الله بيكون في أعمال جديدة إن شاء الله قائمة. و هل في نشاط فني يرتبط في العيد؟ في العيد للفنانين مش الفرق. فني الحفلات الغنائية اللي تحصل في مسارح الرياض الآن ومسارح السعودية. الشرقية لها أكثر من حفلتين في نصيب هيئة الترفيه هذا العام. نعم. في هذا العيد. نعم. طيب ودك نسمع أغنية ثانية؟ على ذوقك. حبيبي. إحنا اليوم أنت ضيفنا ولك الحرية. ثم التفت وشفت ما حولك أحد، هذا أنا من كثر ما فكرت فيك، ناديت لك والكل منا في بلد يكفي، إلهي نوم أقدر أوله عليك أكثر، إلهي نوم أقدر أوله عليك أكثر، من الوله كني طفل النساء يكبر، يحبك بإحساس يكفي قلوب الناس، يحبك بإحساس يكفي قلوب الناس. الله عليك حبيبي. طيب الحين نحاول نشوف الفرحة مع الجمهور حبيبي. يلا شاركهم مع الجوائز. كما أسلفت هو عندنا عدد كبير من الجوائز مقدمة من رعاة في الجبيل، شاركوا معنا. يلا، إيش اسمك؟
سلطان الغامدي. شو اسمك؟ سلطان الغامدي. سلطان والنعم، ايش سويت في العيد؟ قمت من النوم ولبست الثوب و... وين رحت؟ بتقص القصة كلها. رحت المسجد صليت صرت تحت؟ ايوه. انت لك اقارب في الخبر في الدمام؟ فيه ايه. طيب وين رحت؟ رحت الخبر ولا شيء؟ رحنا الدمام. طيب بسألك سؤال، تابع كرة قدم ولا لا؟ ايه. طيب مباراة ثانية للسعودية مع مين؟ مع روسيا. ثانية؟ الثانية مع يلا مساعدة أوروغواي، تستاهل. يلا هذه هدية من حلويات البستان. يلا أمي يلا سمي. أهلين. اسمك كريم؟ آلاء. آلاء من وين؟ من الجبال. طيب إيش سويتوا في العيد؟ أكيد عيدنا على الأهل والأقارب وفرحنا في وأظهرنا الفرحة في العيد، لأنه ربنا أمرنا واجب علينا أظهار الفرحة في العيد. طيب وش اللي تغير عيد أول بالجبال عن الحين؟ ما تغير شيء، يعني أغلب الناس يحاولوا يزرعوا في أطفالهم التقاليد القديمة والعادات القديمة، يعني ما حسيت يعني كثير في فرق يعني. طيب أنا بسألك سؤال سريع، ما هي العاصمة السودان شقيق؟ خرطوم. خرطوم صحيح. يلا هذه جوائز مقدمة من ساس فنادق وأيضا من قليل ريمول. من يشارك معنا؟ يلا يلا. اسمك؟ سلمى. يلا من وين طال عمرك؟ من مصر. أهلا وسهلا فيكم. كيف العيد معكم في الجبال؟ الحمد لله جميل جدا، جميل جدا، وفي فعاليات جميلة جدا وبنيجي نحضرها هنا في الجاليريا مول، جميلة يعني فعاليات جميلة إن شاء الله. طيب أسألك سؤال سريع عشان الجائزة. طيب ما هو أول رئيس منتخب في مصر؟ أو مش منتخب، أول رئيس مصري. أول رئيس بعد الثورة. بعد الثورة جمال عبد الناصر ولا محمد نجيب؟ لا طبعا محمد نجيب. محمد نجيب صحيح. يلا تستاهل هذه هدايا مقدمة من جاليريا مول. طبعا احنا مستمرين في توزيع الجوائز، تبشرون بالطلعة الثالثة إن شاء الله. غوا احنا طبعا أيضا مستمرين في هذه التغطية، وأيضا سنقدم فلكلوراً آخر للمنطقة الشرقية سوف يتحدث أو يعكس إحدى زوايا هذا الفن في هذه المنطقة. ¿Qué la hoja?